السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا الله أوقاتكم كل خير، أخوكم اليوم. طبعا هذا طريقة تغيير الزيت التدريجي، وطريقة اللي هو سحب الزيت عن طريق المبرد، عن طريق الهوز حق المبرد. شوف الآن بهذا الشكل، شوف الزيت ما شاء الله تبارك الله، يعني ماشي 127، عشان كذا صعب إن أغير مرة واحدة، راح يمكن يضرب معك الجير. الزيت أسود أسود بالكامل. راح نكمل الآن، وراح إن شاء الله نغير زيت على ثلاث مراحل أو على مرحلتين، وبعدين إن شاء الله نغير الفلتر. طافي طافي، شغل. هذا الطريق الثاني الآن، شوف الزيت، وعن طريق برضه اللي هو اللي عن طريق المبرد أو ماسورة التبريد. يعني الآن نسبيا نقول الزيت يمكن يعني نوعا ما تحسن، طبعا ما هو واضح التصوير لكن أفضل من أول. أول كان صراحة أسود داكن، فأتمنى إن واحد يوجد عنده مشكلة من المشاكل خصوصا بعد الميتين. بعدها راح ننزل الزيت بالكامل مع الفلتر. طبعا هذا الكرتير بعد التنزيل، هذا الفلتر، هذا الفلتر الجديد، هذا كرتونه. راح نركب إن شاء الله الفلتر الآن، وراح نغسل الكرتير وراح نركب إن شاء الله. طبعا الحمد لله بفضل الله ما في ذيك الشوايب، لكن صراحة الزيت كان داكن جدا لأن السيارة ماشية 127، فغيرنا زيت تدريجي على مرحلتين، والآن راح إن شاء الله نغير الفلتر مع الزيت بالكامل بإذن الله. هذا الآن كرتير بعد التنظيف، والمغناطيس موجود، الوجه موجود، وهذا الفلتر الآن الجديد بعد التركيب. الآن راح نطبق التركيب إن شاء الله، نشد المسامير، وبعدها إن شاء الله نعبي الزيت. برضو عندنا الآن اللي هو تغيير زيت الدبل. طبعا أول شيء راح أفك سرة التعبية، وبعدين راح أفك سرة التفريغ، عشان لو صار في مشكلة يكون من البداية ما نفرغ الزيت، وبعدين تكون سرة التعبية مقفلة ونروح في مشكلة. فالأول شيء نتأكد إنه فك سرة التعبية، بعدين فك سرة التفريغ. طبعا الآن كلها حليناها، حلينا السرة العلوية، لا راح نفك السرة السفلية. ننتظر إن يخلص الزيت ثم نكمل. طبعا الزيت المستخدم هو نفس زيت الجير من 2007 إلى 19، زيت الدبل هو زيت الجير. طبعا لاحظوا هو يأخذ لتر ونص، أنا دفعت حوالي 200 ملي داخل الجير والسرة مفتوحة، عشان أدفع الزيت الجديد بالزيت القديم ويصير أطرد الزيت المتبقي المستقر في أسفل الدبل. طبعا هاي سرة الدبل بعد التنظيف كان فيها شوايب بسيط وطبيعي طبعا، لأن هي تعتبر رأسها مغناطيس. هذا الآن بعد التنظيف راح نركب إن شاء الله السرة ونعبي زيت. شوف عبينا زيت، أو تابع معي عبينا زيت لين يطلع يطلع الزيت الزايد الفائض من السرة. راح ننتظر ان يتوقف الزيت، ننتظر يتوقف الزيت وراح نشد السرة ان شاء الله. طبعا خلصنا من تغيير زيت الجير وزيت الدبل، وكمان عبينا زيت الجير، وهذا هنا عندنا نوع الزيت المستخدم لزيت الجير. الآن انتهينا من كل هذا الجميع، راح نمشي عليه وراح نقيس الزيت على حرارة معينة، لأن السيارة ستوك ما عليها مبرد ولا عليها بالحرارة إلا حق الوكالة، وراح نقيس الزيت على حرارة 70 أو 75 إلى 90 عشان يعطي القياس صح. لأنه الآن لو تقيس الزيت على 6 العلب اللي احنا حطيناها اللي درجة 13 ياخذ 6 لتر، ما راح يعطيك قياس صح، لانه يعطيك اقل شيء ناقص سلام. فعشان تقيس صح لابد يكون على حراره معينه لزيت الجير. هذا صلى الله وسلم على سيدنا محمد.